أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم، لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. مود الروز تستفز السعوديين بطريقة قضائها يوم عرفة. أثارت الفاشينيستا السعودية مود الروز جدلا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي قضت فيها يوم عرفة المقدس. ونشرت مود الروز فيديو عبر تيك توك ورصدته مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتوسط شابين وتؤدي برفقتهما رقصة هيب هوب على أنغام أغنية المطرب الأمريكي الشهير كريس براون مرتدية تيشيرت يكشف بطنها. وأثرت مود الروز غضب المتابعين الذي طالبها بأن تحترم قدسية هذا اليوم وحرمته، فكتب مغرد: خلي عنك الترقص وصومي وصلي بالحج اللهم إني صائم بس. وكتبت مغردة باسم سارة: يوم عرفة يا ليت تمنعينا. ودعا عبدالله لها بالهداية قائلا: الله يثبتنا على طاعته، اتق الله يوم عرفة. وطلبها آخرون بذكر الله والصوم والتقرب إلى الله في يوم التروية ويوم عرفة. ودائما ما تثير مود الروز الجدل بوصلات رقص جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أكثرها جرأة رقصة المؤخرة والتي تعتمد على هز المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف. وكما انتشر فيديو لمود الروز وهي ترقص بطريقة وصفها متابعون بالمثيرة على أنغام أغنية أجنبية وقد ظهرت بملابس مكشوفة الصدر والبطن، ما أثار تعليقات ناقدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. والفاشينيستا السعودية مود الروز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها. واسمها الحقيقي روزانا، ولدت في السعودية وتحديدا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض. وقررت مود الروز الانتقال للعيش في أمريكا لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات التجارية.